استمرار تدفق السيول على عدد من مناطق العراق الشمالية بدد المخاوف من استمرار أزمة المياه التي يعاني منها العراق. وزارة الموارد المائية بعثت برسائل اطمئنان تتحدث عن استثمارها لمياه السيول في تعزيز الخزين المائي في سد الموصل وكركوك ودوكان والزاب الأعلى، إضافة إلى رفد نهر دجلة، في حين لم تتمكن الوزارة من إحصاء كميات المياه إلا بعد استقرارها في السدود. نقدر نتجاوز الأزمة اللي عانت منها عانينا منها منذ أشهر، وخاصة في منطقة ديالة. هذه الحقيقة راح تكون بادرة خير يعني للعراق، وأيضا بادرة يعني ضمان أو اطمئنان لتأمين ما نحتاجه من مياه في الصيف القادم. الحكومة العراقية أخذت كافة الإجراءات لمساعدة إقليم كردستان في مواجهة موجة السيول التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، في الوقت الذي يعتقد خبراء أن موجة أمطار قادمة ستسهم في تعزيز الموقف المائي العراقي في هذا الموسم، وربما حتى في الموسم الزراعي للصيف المقبل. الوزارة الحقيقة كانت قبل فترة طرحت مسألة قلة الأراضي الزراعية باعتبار قلة المياه اللي ممكن نستخدمها للزراعة، وتهتم في الدرجة الأولى حسب الأولويات هي لشرب المياه. إذن المياه الحالية اللي توفرت نتيجة السيول بكميات كبيرة استوعبتها بعض البحيرات وبعض الخزانات الموجودة في العراق، ونتمنى أن تنعكس إيجابيا على الزراعة في العراق وفي أماكن التي تعكس الواقع الزراعي للعراق، وبالتالي تسد الحاجة المحلية للشعب العراقي. المعطيات على الأرض غيرت مجرى التعاطي مع الأزمة تزامنا مع موجات السيول والتوقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار في الأيام المقبلة، والتي قد تنهي الأزمة خلال العام الحالي وربما حتى في العام المقبل، وهذا ما سيزيد من مساحة الأراضي التي ستشمل بالخطة الزراعية ويجنب العراق الجفاف في فصل الصيف القادم. للعراقية الإخبارية علي الجميلي، بغداد.